كل سنة وانتم طيبين. عاوزين بس نقول لكم كلمة صغيرة. كلنا نشعر بتميز ان احنا الست العذراء جت وظهرت في هذا المكان المبارك بركة خاصة لنا. تمام؟ لما بنروح دير من الأديرة وننزور الدير بيبقى الواحد متهلل فرحا، بيكون شاعر ببركة غير عادية، وبيحاول اليوم اللي بيقضيه في الدير دوت يكون أفكاره نقية، طبعه هادي، ياخد صلوات كتيرة كل شوية كده يقعد له على جنب ويصلي، ياخد بركة القديسين الموجودين في المكان لأنه دخل مكان مقدس. وفعلا بنرجع من زيارة الأديرة في سلام يملأ القلب، وبنبقى في حالة روحية بتستمر معانا مدة طويلة تفرق من وقت لتاني حسب حالتنا الروحية. احنا موجودين في مكان في تاريخ العالم كله منذ بدء الخليقة حتى اليوم لم يتجلى عمل نوراني او ظهور قديس من قديسين زي ما حصل في هذا المكان المبارك من 48 سنة. حتى ظهورات الست العذراء في مصر او في اماكن تانية كانت اقل وضوحا واقل مجدا من اللي حصل في هذا المكان البارك. احنا نشعر تماما ان ارض هذا المربع المبارك تباركت بزيارة الست العذراء ومرورها فيه وعادها فيه اكتر من سنة ونص، مدة قرب سنتين. تمام؟ وإذا كنا بنروح نزور كنيسة مدفون فيها قديس من القديسين، يعني شوفوا منطقة الأمبرويس كلها تقدست برفات القديس الأمبرويس، فكم وكم السيدة العذراء والدة الإله القديسة الطاهرة التي استقرت في سماء هذه المنطقة المباركة مدة سنتين كاملتين. أي بركة خدتها هذه المنطقة وأي قداسة ثمت وانتشرت في هذا المكان بلا شك كلنا عارفين انه مكان مبارك. طب لو رحنا الدير وبناخد بركة، طب لو احنا بنيجي نصلي في الكنيسة هنا مفروض دخولنا للكنيسة بشكله ايه؟ واذا كنا احنا مش بس بنصلي في الكنيسة هنا مرة زي ما بنزور الأديرة كل كام شهر مرة، ولكن بنصلي في الأسبوع مرات عديدة، يعني تقريبا عايشين في المكان دوت، هنتصرف ازاي؟ فاكر انا قلت لكم في عظم العظات من 3-4 اشهر مرة كنا مع مجموعة من الشباب الصغير واللي هو مش متعود على الالتزام والشقاوة، وكنا في دير وبعدين قعدنا ندور على مكان نقعد فيه ناكل كلمة، ناكل لقمة ونسمع كلمة. فكان عددنا حوالي 50-60 واحد، فقعدنا نسأل، كان ساعدها أبونا مروتيوس الأنبابشوي هو سكرتير البابا شنودة هو اللي مسك المقر، فقال لنا ما تيجوا تقعدوا في المقر من المقر البابا شنودة. قال آه. طب سيدنا قال يفرح، تعالوا نوكلكم، دخلكم الميدة تقعدوا تاكلوا وتقعدوا ونفتح لكم قاعة تاخدوا كلمة بتاعتكم. صدقوني الشباب عشان عارفين داخلين المقر الباباوي ده يعني كأنه سكن البابا او مكان البابا، دخلوا الطابور مفيش عرض عسكري يعرف يمشي زيه، بالتزام وبهدوء وبجدية وبأدب. وكنا في ذلك اليوم في قمة النظام وكنا في قمة الاستفادة وكنا في قمة الفرح، وكنا شاعرين ان احنا تعزمنا في بيت البابا، كنا شاعرين كأن البابا هو اللي قال لنا الكلمة وهو اللي دخلنا بيته، ودي حقيقة. طب فيما بال احنا في بيت الست العذراء، فيما بال احنا في كنيسة الست العذراء. خلوا بالكم لولا ظهور العذراء في هذا المكان الكنيسة الكبيرة دي ما كانش تبقى موجودة. تخيلوا حي الزيتون بكل العدد الموجود فيه دوت من غير ظهور العذراء، كنا هنتحشر ازاي في الكنيسة الصغيرة كنيسة الزهور
احنا بنجلاها دلوقتي، شغالين النادي اللي ظهرت عليه العذراء. عددنا كان كام واحد هيصلي هناك؟ احكي لكم قصة صغيرة حصلت معانا. كنا زمان خالص من 16-17 سنة نصلي يوم الجمعة والحد قداسين، قداس الاولاني في كنيسة الزهور، باعتبار ان ده قبل المواعيد الشغل، الناس بييجوا بسرعة كده عددهم قليل يدخلوا هناك، وبعدين القداس الكبير التاني كنا نصليه في الكنيسة الكبيرة تحت، وهنا بس بتاعت الاعياد. وبعدين في سنة 2000 او 2001 ابتدينا نرمم الكنيسة العذراء الزهور، وما كانش ينفع في وقت من الوقت نتعمل فيها قداديس، فقلنا طب نصلي القداس الاولاني في الكنيسة الكبيرة هنا تحت، علشان ايه مش هينفع من السقالات اللي هناك. اول اسبوع صليناه هنا تحت كانت الكنيسة مليانة لاخرها. قلنا احنا ما كناش واخدين بالنا، كان الناس بيجوا على قد ما يملوا الكنيسة ويقفوا على السلالم ويدخلوا تحت المظلة لغاية ما المكان يتملي، وليجي بعد كده ما يلاقيش مكان. ومن ساعتها بقت الأداديس تتفتح، وبقينا يوم الجمعة والسبت والحد نصلي 4 أداديس، وبقت الكنائس تبقى مليانة الناس، ولسه العدد الأداديس هتزيد، ولسه الشعب بيزيد، ولولا ظهور العذراء كان الناس دي كلها تصلي فين؟ ازاي كانت امنا العذراء فتحت لنا بيتها، واذا كان العذراء اشترت الارض ديت بظهورها، واذا كانت امنا العذراء قدست هذا المكان بطوافها فيه لمدة 2 سنين، كيف ندخل هذه الارض المقدسة من اول الشارع مش من اول باب الكنيسة؟ والناس اللي سكنوا حوالين الكنيسة دلوقتي ينزل اعلان في الاهرام، شقة بجوار كنيسة العذراء الزيتون، نتصل بالنمر عاوزين نعرف ده ايه، نلاقي لك ترعة الجبل. بقى المنطقة كلها مقدسة ومتسمية باسم العذراء، وبقى لو واحد عاوز يبيع شقة ويحلي يقول لي جنب الكنيسة، وفعلا في ترعة الجبل، وناس تفرح، ده انا هاخدها في ترعة الجبل واتمشى 5 دقايق وادخل كنيسة العذراء. فواحنا داخلين في المنطقة، ولو انا مش بس بحضر قداس كل اسبوع 2 أو 3، لو انا سكني في مربع الكنيسة حياتي مفروض تبقى شكلها ازاي؟ ست العذراء لما دخلت عرس قانا الجليل عملت حاجات ما كانتش تحصل قبل كده، قدمت الكنيسة كعروس للمسيح ليكون اول معجزة يعملها السيد المسيح هو تقديس سر الزواج، وكأنه بيعلن ان هو العريس والكنيسة هي العروس. اول معجزة عملها ربنا يسوع المسيح تحويل الماء الى خمر في عرس قانا الجليل بشفاعة الست العذراء. الست العذراء قدمت الكنيسة، قدمت محبتها لكي تخطبها الى العريس السماوي. وإذا كنت العذراء ادتنا ان احنا نسكن في المنطقة ديت، كيف يجب ان تكون حياتنا؟ بيوتنا مفروض شكلها ازاي؟ انا عاوز اتكلم بالتفصيل بس مش عاوز الوقت يخدني. البيت ازاي يكون بيت مسيحي، والبيت ازاي يكون مقدس، والبيت ازاي يكون فيه مسبح عائلي، والبيت ازاي يكون نجتمع فيه كلنا نصلي مع بعض، وازاي يكون كل واحد لينا فينا ليه مكان وليه وقت يصلي فيه ويشبع بربنا. ده احنا اولاد العذراء، يصح بعد ما العذراء سكننا هنا ان احنا نعيش زي اي حد عايش بره؟ ده الناس بتغير مننا. انا فاكر مرة جه كاهن من الصعيد يصلي معنا، وقف في المكان كده وشعر بالمجد وشعر بالبركة، قال يا بختيكم هاتوني اخدم معكم شهر، وبعدين قال اجي هاتوني اخدم معكم يوم واحد. ويجوا الاساقفة من بره الكنيسة يقول لك قداس، ناخد بركة قداس في كنيسة الزهور، ولو اسقف جاي من بره
بيخدم في المهجر يقول لك عاوز اصلي قداس في كنيسة الزهور، واحنا داخلين الكنيسة كل يوم، ويمكن نقعد في الكنيسة كتير، ومن كتر ما تعودنا على القعدة بقت البركة شبعانين بيها، عمر ما الواحد يشبع بالبركة. بيوتنا كيف تكون بيوت مقدسة وسيرتنا؟ اتمنى كده لو واحد فينا ساكن في الزيتون وبيشتغل في مصر القديمة يقولوا ده شكله من شعب الزيتون. النهاردة الانبا دانيال الصبحية جه رسم 45 شاب من شبابنا شمامسة، قال لهم كلمة مهمة، لقى الهيك المليان ناس كتير قوي عاوز يطمن، يعني هل حد ده بتصلوا؟ حافظين اجبية؟ حافظين مزامير؟ بعدين لخص الكلام ده كله في كلمة واحدة، قال لما حد يشوفكم بيقدم توبة، هو ده اللي عاوز يطمن، دول ينفعوا شمامسة، هنرسمكم شمامسة. طب انتوا اللي بيقابلكم برا بمجرد ما يقف معاك دقيقة ويسلم عليك قلبه بينتخس فيه، والنعمة اللي فيك بتفيد عليه وبيقدم توبة، وانتوا كلكم كده. ازاي اي حد يبقى عايش جوه الكنيسة او في محيط الكنيسة وما يبقاش يقدم توبة؟ تعرفين مين اللي اتقال عليهم جابوا كانوا ساكنين جنب اورشليم؟ نحمية لما رجع من السبي وعاوز ايه يبني الاسوار، بناها في 52 يوم، وبعد ما بناها في 52 يوم حب يدشن، تدشين يعني صلاة ويعني تسبح، فالمرنمين يدور عليهم فين، عاوزين نجيب فريق من المرنمين. طبعا اورشليم كانت مخربة واهلها في ضنك وتعبانين ومعظمهم مش موجودين، لقى ان المرنمين اقاموا لهم ضياع عن حول اورشليم. اللي بيحبوا ربنا ويحبوا التسبيح لازقوا في اورشليم، وانتوا مش لازقين في اورشليم، انتوا قاعدين جوه العدرة الزيتون، جوه حضن العدرة. اللي يشوفكم بيقدم توبة، أسركم فيها سلام وفيها جو عائلي مقدس، اللي يقعد معاكم يفرح بربنا ويسمع صوت ربنا ويدوق ربنا ويشبع بربنا ويقدم توبة ويبقى زيكم، ده أقل ما يجب على شعب الزيتون. وخدام الكنيسة وشمامستها وكهنتها، كلنا الرسالة دي لينا كلنا، احنا ربنا اختارنا نعيش في هذا المكان، كيف يجب ان نكون صورة عن ظهور العدرة. اوعوا تفتكروا ان احنا بنكرم ونمجد العدرة لما نيجي يوم 2 ابريل ولا يوم 22 اغسطس وندخل الكنيسة. اوعوا تفتكروا لما نلف بالزفة بايقونات العدرة وكل واحد بيملس على الصورة. طب ما العدرة في بيتكم، والعدرة في حياتكم، والعدرة في كتابكم المقدس، والعدرة في اجبيتكم. هل كل يوم بتلامس معها كده؟ كان في بيخدم في الكنيسة دي دكتور جورج لو، وحكالنا قصتها في وعظة تدرائية، وكانت مع ابونا جيد في البر، كان بعيون في جديدة، وكان يوم يجي هنا يخدم مع بطرس طلعوا عربيته مسميها المكرسة. وبعدين في يوم من الايام رجع البيت، وبعدين قال لمراته انا تعبان يا ام فلان هاتي لي كوباية شاي، ودخل المكتب بتاعه. انا زرت بيته بعد نياحته شفته، وهو قاعد في المكتب مراته جايبة كوباية شاي، سمعت بيقول لها ايوة يا ست يا عدرة انا جاهز اجي معاكي، ودخلت لقيته سافر للسماء. قعد مع العدرة في الكنيسة، ولما خلص رسالته مين يوصله للسماء؟ مش ملائكة النور بس، جت الست العدرة بنفسها، حبيبها اللي خدم معاها وعاش معاها جت. وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، بنقولها فعلا بعلاقة بنوة وبحرارة اولاد العدرة. انا اتمنى في يوم الايام تيجي ست العذراء توصلني، واقول يا رب انا مش مستاهل، وافكر من النهارده ازاي
اصلح نفسي عشان استاهل ان هي اللي توصلني للسماء. يا ترى كم واحد من اللي صلينا عليهم في الايام اللي فاتت بنصلي احنا ككهنة، اكتر ناس بتتقابل مع الانطلاق من هذا العالم هم الكهنة، مفيش حد بيخرج من الكنيسة الا ما احنا بنصلي عليه. كم واحد يا ترى ست العذراء خدتهم وصلتهم؟ كم واحد شكله انسان بسيط وغلبان وملوش في حاجة كده هوت، والعذراء هي عارفة هو مين؟ كان معنا رجل كبير مسن انتقل لسه من شهرين، طول عمره كان سنه كبير وكان عنده القلب وكان تعبان وطول عمره نفسه ترسم شماس، وكان يجي الصبحية قبل القداس يوضب وينظف المذبح، وفي مرة من المرات قالوا له ما ينفعش تدخل اصلك انت مش شماس، وبقى يقف كده هو نفسه يدخل مذبح، ورسمناه شماس قبل نياحته بشهر ونص شهرين. ويوم انتقاله يوم الحد الصبحية بعد ما خلصنا القداس الاولاني بقول له انت شكلك النهاردة وشك رادت، بتقول لي صحتي تعبانة وانت شكلك صحتك جات على القداس، وشه كده مليان حيوية وزي ما صعيدة بدول بيكب دم. وخلص القداس وراح زار شماس تاني بيصلي معاه، راح يعزيه في مراته اللي انتقلت من يومين ثلاثة عنده، قال له بس انا تعبت كفاية عليا وروح. ترسم شماس وصلى قداس الحد وراح يزور واحد اخوه يقدم لي محبة ويعزيه في مراته وكفاية عليه كده وروح. عاوزين كلنا نبقى كده، عاوزين حياة حقيقية. انا ما عنديش كلام اقوله لكم لان انا عارف ان كلكم مليانين محبة وعارف انكم عايشين بقداسة، بس انا اتمنى ان ما يبقاش في حد للكمال اللي انتوا عايشينه. لكل كمال رأيته منتهى، اما وصاياك واسعة جدا يا رب. اشبهوا بربنا اكتر وتمتعوا اكتر، وانتم ليكم شفاعة الست العذراء الملكة، وانتم عايشين في حضنها وفي بيتها كل يوم، واطلبوا انها تقف معاكم وتبعد عنكم امواج الافكار الردية، وانها تكون شفيعة وتكون الحصن السريع المنيع الغير منسلم، وانها تبطل كل معاملة الاشرار. فرصة ان احنا نستفاد ان احنا ولاد الست العذراء الملكة. ابونا يوحنا دايما ينكت يقول الزتينة، اوه تفتكروا الكلمة دي اعتباطا. الناس اللي كرمهم ربنا ان هم يبقوا عايشين في الكنيسة اللي قعدت امه تزرع عليها سنتين، حياتهم شكلها ايه؟ ربنا يبارك فيكم، كل سنة وانتم طيبين، يحافظ عليكم، شوفوا أبونا بشكل